27 hearts. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم درافت لاول مرة انزل درافت فيفا 20، فان شاء الله يعجبكم المقطع. لا تنسون زر اللايك واللي ما اشترك في القناة يشترك. وبسم الله خلونا نبدا في الدرافت. بندخل درافت وبنحاول نجيب 190، فوق 190، بحاول نجيب 191 192. فالامنية يعني انه 192، فنشوف الحين ما انه في البرايم ايكونز وذولي. ف طيب خلونا ناخذ هذه، ما انه فيها ار دبليو، ال دبليو فيها كام، فالكام ان شاء الله يطلع زيدان. اوكي بيركم حلو 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 حلو. ليش يحطون اس تي يا اخي؟ انا ابغى زيدان يا اخي، ابغى زيدان. طيب الحين يا رب الدون الازرق يا رب. حلو، خلنا ناخذ مراتب من اسباني، يمكن يطلع لنا ميسي هنا يا رب. حلو ميسي، بس في ميسي 96، انا ما راح اخاطر، باخذ ميسي عادي. شفت الدرافت اللي ما في اي لاعب كويس؟ طيب حلو حلو ديونج، حلو حلو حلو. راح يشبك غطين خضراء، ف ودينا طالع لي سميدو. اوه راموس 90، حلو والله. شيء الحين بدا. اوه باريسي حبيبي، تضبيط حبيبي. طيب هنا راح ناخذ روبرتسون ولا جوردي البا؟ روبرتسون راح يضبط تناغم، لكن جوردي البا اكثر تناغم او اكثر ريتنج. وباذن الله الحين بيطلع لنا ال دبليو، نغير ونبدل. ما في الى الحين اي ال دبليو، ويليان ما عنده اي تناغم، لكن باذن الله يطلع له نيمار. يا عمري يا شيخ، يا عمري يا عمري. حلو صح، ما في تناغم بس نيمار 93 تشتقن. حلو حلو حلو، دبليو زي الناس عشان الدون. يا ساتر يا ساتر، بقينا زيدان. لو يطلع زيدان او اس تي بابي يا جماعه. ايه كل لعيبه الدبل يطلعوا لي، ابغى ليجند، ابغى شيء. تكفون زيدان. زيدان الله يا الله، الحمد لله الحمد لله. زيدان طلعنا زيدان الحمد لله يا الهي. اوه سقراط جاتوزو بعد 190 يا عيال، بدل حارس صار 189. قاعد تشوفوا التناغم انتو؟ ما عليه ما عليه، اهم شيء الفكره ان التناغم او الريتنج صار 190 وفوق، اهم شيء. مثل ما تشوفون الحمد لله جبنا 190، تمنيت انه 191 او 192، لكن للاسف في البدايه اللعيبه قاعد يجونا جدا سيئين، لكن انتهينا التشكيله فيها اربع ايكون. دفاع جدا قوي، باذن الله راح افوز باذن الله. تكفى ديونج يا عمري. زيزو زيزو حرام، لا ما تبغى تدخل، لا 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 يا عمري حارس. شكرا يا تيرشتقن، والله شكرا. تكفى يا القهر. لا لا نيمار 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 نيمار، وسط 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 وشوت. يو ديونج ديونج، حط خطفه ميسي، خطفه ميسي، خطفه ميسي ميسي. لا 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 نيمار 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 وزيزو وزيزو ياس. يا الله كيف اهدرها في الرابعه البينيه، في النهايه بتروح للخصم، فرصه هدف. يو 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 يا الله، الهدف المتعه، اقسم بالله هدف متعه. انا اسف والله، انا اسف يعني. يا الله الهدف والله هدف متعه يا عمري. يا الله حرام دي. متعني متعني والله العظيم، ما ادري ايش اقول كذا. عوض كل اللي صار، شو قال لي؟ شوف الحطه بس.
يا لا 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 بلنتي. خلني اشوف بلنتي تكفى. يبغى يطلع قلبه محترمه في الشوط الاول بس اللي بعده انسحب. فالعاده الدفاع قابل فان دايك ما ادري ليش. يا عمري ايه انشبله ما يروح. هاي ما تنقطع الكره ذا منه. لا 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 ما القى من اول هجمه يا طيب. الله نيمار الله بيركامب بيركامب يوه يوه يا الله يطقطق يا عيال. وش ذا اللعب المتعة؟ وش ذا اللعب المتعة؟ قسم بالله متعة. والله العظيم مناوم من اول تكفى موب سايد سايد والله مناوم من اول. سقراط الثاني الله الله تكفى اطلع والله العظيم تختصر كثير. شكرا والله شكرا. حلو يا الفريق يعني ما عنده الا السي دي ام هذا وراح يطلع بعد شوي. تكفى بيركامب بيركامب يوه الله نيمار تكفى والله لاعب مثلث من زمان يا عيال. الله عليك يا بيركامب شكرا. توقعت انه يضيعها صراحه والله توقعت. انسحب نصف نهائي وانسحب واحد جبت واحد غريب قسم بالله غريب يا عيال. ايش قاعد يصير ايش قاعد يصير والله شيء غريب يا الهي. ويحا بيركم يا عمري يا شيخ يا عمري يا شيخ والله العظيم شكرا شكرا يا بيركم. هذا الدرافت برعاية شكرا زيزو. الله 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 يا المتعة الله يا المتعة. ديونج ديونج انها تكفى انها حرام عليك. الله عليك الله يا ساتر يا ساتر والله العظيم الدرافت من امتع الدرافتات اللي لعبتها في كل فيفا. ترى يقدر يرجع يقدر يرجع لازم نحافظ على النتيجه. لا 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 ايش قاعد تصير ايش قاعد تصير والله ما ادري ايش قاعد تصير. نطبب الدون بدال ديونج دون 94 فحرام انه ما استغله حرام. بالنظر الى اداء دون رونالدو مع نهايه الشوط الاول رونالدو فرصه هدف دون. الله عليك يا ميسي حرام تضيع بعد ذي حرام. والله العظيم شكرا يا دون على المزه. لا 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 كذا يا طيب يا عمري يمين بالله ذا المدافع رجال عيال رجال. والله مباراه صعبه يعني صح انها 4-2 بس يقدر يرجع باي لحظه زي قبل شوي جاب هدفين ورا بعض. والله اني خاش صح ما ادري شلون خش في النص حرام. تسقف خوي كسرني ورا كسر اللاعب الثاني. والله ما ادري شلون والله ما ادري شلون. خلونا نشوف العاده خلونا نشوف العاده. والله العظيم حتى العاده مو براتي. لا لا ضيعت حرام. هاي وش ذا وش ذا وش ذا وش ذا يا قنابري. والله قنابري تو اعطاني واحده كذا. لا 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 هي بدايتها فاول اللي ما احسبها يعني ايش تبون اسوي؟ وقاري كل شيء والله اني قاري. خذ لك الله قهر والله اني اقرا وكل شيء بس ماشي. اخر هجمه ايه والله من نفسه والله من نفسه يا عيال. الله يدون الله يا ساتر
قلبي 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 والله فقدت الامل يا عيال مع الرميه ذي اللي بالغلط. في شط اضافي في امل مع انه قاعد يستغل هجماته صح، لكن شوفوا كيف 13 تسديد 11 على المرمى ما جبت لنا الا خمسه، هو 6 و5 على المرمى كلها اهداف. اي شوت جول عنده، اي شوت جول القم، اي شوت جول عندك. خلني مبابي راس حربه بشوف هل بيفيدني مع الدون ولا لا، يعني اذا فاد مع الدون فشكرا له لانه ما سوى اي شيء للحين. دون تكفى، دون تكفى، شوت الله، شكرا يا مبابي شكرا. زيزو زيزو تكفى ومبابي، بس حطيت راس حربه كذا قلط عندهم، قلط عندهم. شكرا يا شيخ شكرا. والله درافت اسطوري يا عيال، والله درافت متعه، تبي من اهداف، تبي من مباريات، تبي من سحابات. ايش قاعد تسوي الدون قسم بالله، ما ايش قاعد تسوي يا اخي. شكرا شكرا يا راموس. يو 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 ذبه ما توصل صح. ميسي 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 يو 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 خذاه خذاه تكفى. والله العظيم درافت ممتع. شوف اول درافت اخذه فيفا 20، حرام 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 انهم ما يعطوني لا كوينز ولا شيء، يعني ابغى علاقه، ما ابغى كوينز، ابغى لعيبه كويسين يعني. الله الدرافت الله المتعه. اوكي باكجين حتى مو بشاشات، حلو 82. نبغى ووك اوت، نبغى لاعب مره كويس، ما قد طلع لي لاعب كويس انا مره. هذا ووك اوت، اوكي ووك اوت اسباني سي دي ام سوكو كم يسوى؟ حلو 6500 يعني، ها حوضنا الدرافت، حوضنا الدرافت مع ان الدرافت يعني جلدنا فيه جلد وكل شيء، بس يتبون انزل حق باكج الايكون. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، يعطيكم العافيه جميعا على الدعم. وبس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله استمتعتوا مثل ما استمتعت انا، وبس شكرا على خير، سلام.